مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة. الطقس لطيف وهواء منعش، والطقس غدا صيفي اعتيادي عادي، درجات الحرارة حول معدلاتها، وطقس حار طبعا في البحر الميت والعقبة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة. نلاحظ أن هناك كتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوبة قادمة عبر البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة، وبالتالي تكون الأجواء صيفية اعتيادية. والأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء معتدلة إلى لطيفة، ودرجة الحرارة الصغرى في عمان 20 درجة مئوية، هي حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. والأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، أجواء صيفية معتدلة إلى صيفية عادية، درجات الحرارة حول المعدل أو أقل من المعدل بقليل، ما بين درجة إلى درجتين. يوم الاثنين الأجواء صيفية معتدلة نهارا، صيفية لطيفة ليلا، العظمى المتوقعة 28 والصغرى 19. كذلك الثلاثاء أجواء صيفية معتدلة أثناء النهار وصيفية لطيفة ليلا، العظمى 28 والصغرى 19. يوم الثلاثاء أجواء صيفية معتدلة إلى صيفية عادية، درجات الحرارة تقترب من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، العظمى المتوقعة 29. والأجواء أثناء الليل أجواء صيفية لطيفة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن المختلفة من المملكة. نبدأ في المناطق الشمالية، إربد 31-21، عجلون 29-19، جرش 31-21، المفرق 30-19. أجواء صيفية معتدلة نهارا، لطيفة في الليل في معظم أجزاء المملكة. والأجواء المتوقعة في المناطق الوسطى كذلك نفس الشيء، معتدلة نهارا، لطيفة ليلا، البلقاء 28-20، مأدبة 27-20، عمان 27-20، والزرقاء العظمى 30 والصغرى 21، البحر الميت أجواء حارة، العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوي. المناطق الجنوبية أيضا المناطق الجبلية، معتدلة نهارا، لطيفة ليلا، الكرك 28-19، الطفيلي 27-19، والشراح 25-16، ومعان 29-19. والأجواء في العقبة حارة، 37 العظمى والصغرى 27 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة، أجواء حارة نسبيا نهارا، معتدلة أثناء الليل، الأزرق 33-20، الصفاوي 33-20، وكذلك الرويشد 34-21 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، ولكم تحية طيبة وجميلة مني ومن طقس العرب. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.